شوفي قولها. شو هي اللي بدك تقولها؟ شو بدي اقوله؟ اللي لازم تقوله. الحب شو الحب؟ ببساطة واحد يحب وينحب، هو شعور عميق إنساني، واحد بيتعلق بالتاني، بتصير هي تهوي وهو يهويها، لا فيها تعيش بلاه ولا فيها يعيش بلاها، هو معوكر ولا صافي، هو حاجة أو إضافة، هي عقول متفقة، هو تفهم، هو رفقة، هني كل حدا كيان ولا حالي مكتملة، هني واحد ولا اثنين، هني مفرق أو جملة، هذا الشغف بيختفي وبيتغير مع الأيام، ولا شعلة بتنطفي وبتحول لاحترام، شو الحب؟ ببساطة واحد يحب وينحب. ليك؟ بلا أسئلتك وبلا أوزانك وأوافيك، حطهم بشخصية وقولهم على لسانها مثل العالم والناس. ايه بس هو ما بيفكر مثلي. منو؟ شخصية. شو عم تكتب انت ليش؟ مسلسل اسمه براندو الشرق. وشو خص الحب ببراندو الشرق؟ بكرة بتشوفي. ايه هلا تعبت داخل، ايه صار لي 8 سنين متحوشة فيك؟ ايه دخلك، ليه صار لك 8 سنين متحوشة فيي؟ لأني هبلة وحمارة، لك وعلى شو؟